صوته اريده وصل السابع جاء. شلك دخل انت يا وجه الجراف؟ لك بعدك زيرون وهمومك هيجي لعد نوصيله بقدي اللي تطم هيجي هيدا ريومان وقف خلنا بعدان ياكم سولف. تعال قد نخل سولف فالله همومك شنو. تعال 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 قلت لي يا خي همومك هواية. شو قل لك يا خي هن همومة واحدة واثنين وثلاثة. الله شو تقول علي انا همومي 24 و20 و30. اوف شنو والله همومك؟ حبيبتك عايفتك؟ حبيبتي عافتني من زمان. دزوها يا مقصود انا ما ادري احنا غني دزوها رسائل بالانستغرام كلها ستوريات كلها؟ لا انا محمود عافتني واخذت 10 مني. اوف طلعت تاكسي لوكاستر وحاطتك سبي ام مو؟ حقك علي يا اخوي. شوف تنحتك ما بيها بنزين؟ لا وصفة عليك. شنو؟ ما احتفظتهم كل واحد 2000. ليه؟ طلعت بعد الزواج؟ مو؟ عافية أخوي انت ربيت لعبالك عندي عافية عندي مودي اللي بنيده باوح لا بدي تدوخني جاي اقول لك تفشني اقول لك حبيبتك عافتك قلت لي ايوه حبيبتي هاي واقول لك بازين قطع جماعتك قلت لي لا احكي لي شنو همك شنو همك سولف لي هذا شنو الهم حيدر انت مستر السيارة دوج ايه شنو هاي ضل عيشه؟ مشتري السيارة دوج. دوج اي تعرف شنو دوج تعرف شنو دوج هو شنو يعني؟ سيارة. اه اخذ معلومه من جبتها؟ من ياخذ من اليوتيوب جبتها؟ لا مني. اه خلاص شو تريد؟ شنو؟ برا برا؟ برا اعطيك برا خلاص هيك انت مو السيارة؟ اي عادي شكو بها قدم الكشن. والله هاي خش معلومه هاي مش السيارة قدم الكشن. زين شلون والله السيارة تمشي؟ أول شيء أديه إيه؟ يمشي يمشي أديه يمشي يعني إيه يمشي وهو يمشي السيارة إيه يمشي إيه حلو صح ثاني شيء الآن يبوش إذا خلاص ضرب البوش هذا ولد إيه والآر يرجع حلو صح ثاني بوتي على قولك عبالك بودي شوف حيدر أقول لك شغلة؟ قول تفضل إني شغلة لو أشغلها شغل سيارة خباثة مرتي لا مكاني حيدر قامة وليتك كسر ضامة ترى طق عليك السبع طقات وواحدة منهم أم الياعي على قول ذاك الولد إيه ولك أنا أبو حديدة إيه بحجاك سريدة الله الله يا كوميدي يا مقلب خشمك إيدي مودي حبيبي الأغنية اللي أسجل بيها مو سجلتنا عندي يقوم اطلع برا يقوم 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 نصور الأسنان ونحاشي المتابعين يقوم على قبل أغنية جديدة. السلام عليكم شباب شلونكم إن شاء الله بخير. طبعا شباب ترقبوا شباب كانت عمي دائما تقولوا تقولوا كله شباب شباب هو الشباب يعني البنات. السلام عليكم طبعا شباب ترقبوا أغنية جديدة صوتي صوتها هسه مع اخوي شوي طويتني ما عليكم الستوريات اللي تنزل عالي تلبس الاغنية 3000 مليار مش عارف اليوتيوب السلام عليكم ان شاء الله ترقبوا أغنية جديدة احبكم يا المتابعين شكرا على التفاعل.
كم خفر من الطبخ ثم طيح سيل خصر. وأهلا هنا شباب، وصلنا لنهاية المقطع. نعرفكم في شطي لايك واشتراك بالقناة وفعل زر التنبيهات حتى يوصل لكم كل ما هو جديد من قناة حيدر علي. طبعا شباب شفتوا هذا المقطع بسيط. طبعا الفيديو سويته مو قصة حرض الأصفار على هيك يسمون لما تبتدون في الشيء. طبعا مو ذي سووا راح خلى فتح مال بنزين نفث وخلى بيه مي. وليش سويت؟ ليش ما طيت فر بالدراجة؟ فر بالدراجة الدراجة أنا تقيا فر. طبعا شباب شاركوا مقطع لأصدقائكم، طلع لكم المقطع. شكرا على التفاعل اللي تفعلونا حقكم يا المتابعين. ومش تقولي لهم يا أخي. مع السلامة.